شكرا الأخ الرئيس. أخ الرئيس، في البداية أود أن أتقدم بالشكر للأخوة في اللجنة المالية على هذا الجهد الجبار وسرعة عرض القانون على المجلس. أنا أعتقد اليوم يجب أن ندخل مرحلة أخرى في قضية أن هذا القانون، قانون المناقصات، ظل 50 سنة. نحن بحاجة إلى قانون جديد يمتد إلى 50 سنة أو أطول. هناك ملاحظات ذكرتها الحكومة في قضية أن هذا القانون الجديد، الأخوان في اللجنة ما قعدوا مع بعض الوزارات المهمة. الأخوان في اللجنة قعدوا مع وزارة التجارة، وأنا أحب بس أوضح شغلة، أن مناقصة في وزارة النفط مثلا أو في وزارة الدفاع تسوى ميزانية وزارة التجارة كلها. فيعني الأخوان في وزارة التجارة غير مهيئين أو لم يتم عرض عليهم مناقصات بهذا الحجم الكبير. الأمر الآخر، حتى حضور الأخوان في الجهاز المناقصات ما هم مسؤولين في السابق عن وزارات معينة مثل الدفاع أو مثل الداخلية، في بعض الوزارات ما هي تابعة. أنا أعتقد الأخ الرئيس أنه يجب أن يكون هناك توافق. إحنا اليوم حتى نخرج من هذا القانون السابق يجب أن نقر هذا القانون في المداولة الأولى. الحكومة إذا كانت جادة، أعتقد الأخوة في اللجنة المالية ما عندهم مانع أن نقر اليوم في المداولة الأولى، ومن ثم يكون هناك دعوة للوزارات المعنية إذا عندها ملاحظات. نحن نقدر أن هناك بعض الخصوصية في صفقات وزارة معينة مثل وزارة الدفاع، فأنا أعتقد أن الأخوان في اللجنة المالية ما عندهم مانع وهناك توافق، بس يجب أن نقر في المداولة الأولى إذا كان الحكومة عندها يعني تعديلات تضاف قبل إقراره في المداولة الثانية. أنا أعتقد الأخ الرئيس أن إذا الآن نبي نحط نقطة نهاية السطر لكل السلبيات اللي كانت في الفترة السابقة، يجب، نعم يجب أن نقر هذا القانون، بس يجب أن نقره بالشكل الصحيح. أنا أتمنى من الإخوان في المجلس أن نعطي فرصة، ولكن لا تكون فرصة طويلة. يجب أن نقر هذا القانون كمداولة أولى في جلسة اليوم، ونعطي فرصة بثلاث أسابيع، نحددها بثلاث أسابيع حتى تقوم الحكومة بعرض التعديلات اللي تشوفها، ومن ثم نصوت عليه في المداولة الثانية. شكرا لأخ الرئيس. شكرا لأخ الدكتور خالد خير.